البصرة تستعد لموسم الصيف القائض بحملة واسعة لصيانة وكري أنهارها تنفذها الفرق الهندسية في مديرية صيانة مشاريع الري والبزل بوزارة الموارد المائية. الحملة تستهدف تطهير مصادر إمدادات المياه بما يؤمن وصولها إلى محطات الإسالة فضلا عن زيادة كمياتها في أحواض الخزن تلافيا لحصول شح في المستقبل. مشاريع الإسالة لها أولوية قصوى يعني، لأن هذه تتعلق بحياة المواطن اليومي يعني، فلذلك احنا دائما نكون بعمل التطهيرات تخصص آليات خاصة لكري وإيصال المياه لمشاريع الإسالة. عندنا أعمال في مشروع ماء البصرة كري حدود 72 كيلو متر طول من جانبين لإيصال الماء إلى مشروع الأحواض ماء البصرة، وبالتالي إلى مشروع العباس اللي يضخ إلى كافة مناطق البصرة. الحفارات البرمائية دخلت الأنهار الفرعية وخلصتها من الملوثات والقصب، كما أزالت ترسبات الأطيان، ما عاد جريان الماء ثانية في شرايين البساتين. كثير من الفلاحين خسروا أراضيهم بسبب اللسان الملحي وبسبب الجفاف وبسبب التصحر، بالإضافة إلى تحويل الوظيفة من أنه هو مزارع وينتج ويصير له دخل من الأرض الخاصة به إلى أنه غير وظيفته، بحيث كثير من الأراضي الزراعية تعرضت للانجراف أو التجريف وبنائها أراضي سكنية. بتفاؤل ينظر الفلاحون إلى الحملة علها تنعش بساتينهم التي تقع على ضفتي الأنهار وتسهم في تخليص التربة من ترسبات الملوحات الزائدة لتعود مجددا خضراء زاهية بعد أن تحولت إلى مساحات جرداء. مساهمة كبيرة بالنسبة للكري، لأن هذا الماء راح يجي جزر ومد، فشكو أوساخة شكو ماء مالح يروح للشط الكبير، يروح للبحر، فهذا إذا ما ينكري يظل يحرج. مات عندنا نخل، مات شجر، عندنا شجر كلها مات. ولأن البصرة في قلب مخاطر التغير المناخي تأتي هذه التدابير بغية عبور فصل الصيف هذا العام من دون أزمات، وفي مقدمتها تداعيات المد الملحي. أعمال كري وتنظيف الأنهار التي تقوم بها وزارة الموارد المائية يستبشر بها المزارعون خيرا، علها تنقذ ما تبقى من بساتين النخيل التي تضررت بسبب المد الملحي فضلا عن الترسبات التي ملأت هذه الجداول. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.